استشهد واصيب العشرات في انحاء قطاع غزه وذلك اثر الغارات المكثفه لقوات الاحتلال الاسرائيلي على انحاء القطاع في اليوم الثاني والثمانين على التوالي من العدوان غير المسبوق وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع لا سيما مخيمي البريج والمغازي ووصلت القذائف لمراكز إيواء كما شهد مخيم النصيرات قصفا من مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية كما استهدفت الغارات مناطق شرق مدينة رفح والفخاري والمناطق الشرقية لخان جنوب القطاع وكذلك منطقة جبل البلد وشبه مال القطاع خاصه في بيت لهية وبيت حنون وذلك بالتزامن مع قصف المدفعي على انحاء المتفرقه وفي حاصله غير نهائيه اعلنت الصحه الفلسطينيه ارتفاع عدد شهداء القطاع الى اكثر من واحد وعشرين الفا شهيد واصابه اكثر من خمسه وخمسين الفا فلسطينيه مضيفه ان العدد يتضمن 195 شهيدا و 305 128 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا واعلنت شركه الاتصالات الفلسطينيه عوده خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزه بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل. كانت شركه الاتصالات قد اعلنت صباح اليوم انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزه للمره السابعه على التوالي، حيث يتزامن قطع الاتصالات والانترنت دائما مع تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزه، بالاضافه الى تسببها في تعطيل جهود انقاذ المصابين واسعافهم. تواصل الفصائل الفلسطينيه خوض الاشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغله في محاور قطاع غزه. وتخوض الفصائل الاشتباكات في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة وفي المناطق الشرقية لخان يونس حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف أربع جرافات عسكرية ودبابة مركبة شمال مدينة خان يونس من جانبه أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة أربعة وأربعين آخرين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، مما يرفع القتلى إلى مئة 170 ضابطاً وجندياً منذ بدء التوغل البري، فيما بلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر 494 قتيلاً. وعلى وقع الغارات المستمرة على أنحاء القطاع يواصل الفلسطينيون نزوحهم من مخيم لبريج إلى دير البلح ورفح وسط وجنوب قطاع غزة وذلك مع ما يواجهونه من طقس قارس وأمطار ودرجات حرارة منخفضة وانعدام المأوى والخدمات الأساسية للحياة وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن حوالي 1.9 مليون شخص قد نزحوا داخليا في جنوب غزة وفقا للأمم المتحدة وهو ما يمثل حوالي 85% من اجمالي سكان القطاع ويشكل الاطفال ما يقرب من 50% من النازحين واقع تشهده الاعين وترفضه العقول. ضرب من الخيال وكابوس ليس له نهايه، جزء من حقيقه مره يعيشها الفلسطينيون في رحله نزوحهم من قطاع غزه، ومعهم من تبقى من ذويهم على قيد الحياه، بعد ان دمر العدوان الاسرائيلي بيوتهم وقتل ابناءهم واجبرهم على التشرد. هنا مدرسة يعيش بها مئات الأسر يتشاركون دورات مياه لا تصلها المياه غالبا ينتظرون الوقود الذي شح حتى عاد الناس لحياة بدائية خشنة فيقترضون الماء للمال إذ لا حاجة لهم به في ضوء انعدام أي مواد غذائية أساسية أربع بنات وولدات وبغسل عائلة وشحدت المية من الناس كمان ما عنديش ولا اي شيء كله شحن من الناس محرمات يجينا زي ما احنا بس نحو مليون نازح معظمهم من الأطفال والنساء بينهم نحو خمسة آلاف سيدة حامل وأكثر من ألف شخص من ذوي الإعاقة بحسب تقديرات الأونروا أصيبوا بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي نتيجة التكدس في المراكز والملاجئ والمدارس، وما زال النزوح مستمرًا في كل مكان، فمن مخيم البريج إلى دير البلح ورفح وسط وجنوب قطاع غزة، إلى أي مكان لا يسمعون فيه دوي الانفجارات فوق رؤوسهم، كل ذلك يأتي مع اشتداد القصف الإسرائيلي وعرقلته دخول المساعدات الإنسانية. حمونا معي طلعونا بنظرة عطف معي معي نفسنا ننام ننام نفسنا ننام نوم هنية ما قصفنا وقت ايش؟ اه وقت ايش يما؟ وقت ايش الدول الله ساكتة علينا يما؟ ازهقنا يما بعرف اللي خلقكم حمونا ما أدري شايف جبنا شوية أوعي لولاد صغار عشان يدفوا وطلعين والله ها. ما بنعرف واحد <applause> طوابير طويله في انتظار قطره مياه في رفح جنوب القطاع، اضطر خلالها المواطنون الفلسطينيون الى حمل المياه على عربات يجرها الشباب او الدواب، نظرا لشح الوقود اللازم لحركه السيارات. انت عن ما يقارب مليون ونصف بني ادم في رفح حاليا، واحنا هنا في محطه مي محطه ياسين عبد السلام ياسين. طبعا المحطة بتعاني بشكل كبير من نقص في الوقود وشح في الوقود الى حيث لا يعلمون هذا هو مسار النازحين الفلسطينيين الذين يزداد عددهم يوما بعد اخر في موجة غير مسبوقة من النزوح وهم مع ذلك لا يامنون من القصف الذي يترصدهم حتى وهم في طرقات النزوح أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم نور شمس بمدينة تولكرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرافات وفي قلقلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية قفر قدوم وفي محافظتي رام الله والبيره اقتحمت قوات الاحتلال عده قرى وبلدات واطلقت الرصاص بكثافه خلال الاقتحام. ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم ضد الانسانيه على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي. فبالتزامن مع حربها في غزه، تواجه الضفه الغربيه عدوانا اخر، استخدمت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي طائره مسيره لقصف مناطق بمخيم نور شمس بمدينه طول كرم، مما اسفر عن سقوط شهداء ومصابين، وذلك بعد يوم من اقتحام القوات الاسرائيليه للمخيم. وعمدت القوات الاسرائيليه الى احداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الانترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات في المنطقه. كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية تياسير شرق طوباس، وبحسب مصادر في الهلال الاحمر فإن شاباً أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام القرية، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية بعدد من الدوريات برفقة جرافة، وداهمت أحد المحلات التجارية في القرية وفتشته، كما داهمت منزلاً وعبثت بمحتوياته. وفي قلقيليه اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الاشخاص خلال مداهمه عدد من المنازل بقريه كفر قدوم وفي محافظتي رام الله والبيره اقتحمت قوات الاحتلال عده قرى وبلدات وفي شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابا وداهمت عده منازل خلال اقتحام لبلده بيت امر واندلعت في بيت أُمر مواجهات مع قوات الاحتلال التي تمركزت في عدة أحياء داخل البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل وانتشرت في عدد من أحيائها. وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام. واستمرارا للانتهاكات الاسرائيليه اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحه المسجد الاقصى المبارك بحمايه شرطه الاحتلال. افاد شهود عيان ان قوات الاحتلال ادخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى ووفرت لهم الحمايه كما منعت شرطه الاحتلال المتمركزه على ابواب البلده القديمه وابواب المسجد الاقصى منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والدخول للمسجد الأقصى ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين وإلى لبنان حيث استشهد ثلاثة بينهم سيدة إثر القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بنجبيل بالجنوب أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف الذي استهدف بنت جبيل لأول مرة منذ 2006 أودى بحياة شقيقين بينهم عصر بحزب الله ودولة أحدهما كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام وعيت الشعب ويارون وكفر كلا.